السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم طائرات المستقبل. سوف نستعرض مع صور التكنولوجيا المتطورة في عالم الطائرات والتي سوف تحدث تغييراً جذرياً في سماء كل مطار. جوبي في تي او ال. بغض النظر عن شكلها الغريب، صنعت هذه الطائرة لتتجنب حوادث الهبوط والإقلاع، حيث أنها تهبط وتقلع رأسياً. أريون AS2 هي طائرة خاصة وبالتالي هي سريعة، ولكنها ليست سريعة فقط بل فائقة السرعة. مع التقدم الصناعي والتكنولوجي ترتفع الحاجة إلى وسائل نقل أكثر سرعة وراحة للأفراد. تعمل كل شركات الطيران في العالم جاهدة لتواكب تطور حاجات الأفراد من تلك الناحية. Airbus Hybrid. هذه الطائرة مثلاً لا تصدر أي صوت عند الإقلاع أو الهبوط، وتعمل كذلك بالبطاريات. ما هذه إلا جهود لشركات ترغب في مواكبة الأحداث والتغيرات. سولو فالكون. سوف تظهر في الأسواق في الفترة القادمة بدون طيار وتعمل بالطاقة الشمسية. Airbus E-Fan هي أول طائرة ركاب تستخدم بطاريات الليثيوم على وجه التحديد. قد يبدو خطيرا بالنسبة لنا،
ستارز كرافت MA-868 طائرة شحن يمكنها أن تحمل ما يقرب من 200 طن من المركبات الأخرى، وهي بذلك الأكثر حمولة على الإطلاق. سوبرسونيك ترانسبورت يمكن لهذه الطائرة المتوقع ظهورها في عام 2040 أن تسافر من باريس إلى طوكيو 6000 ميلا في ساعتين ونصف الساعة. تكنولوجيا المنجنيق سوف تساعد هذه التكنولوجيا كثيراً في تخفيف مقاومة الهواء لعملية الطيران، حيث تقلع الطائرة بشكل شبه أفقي وليس رأسياً كالمعتاد. D8. أما عن هذه الطائرة فإنها تستخدم وقوداً أقل بنسبة 75% من أي طائرة أخرى. كل هذه الطائرات وأكثر هي مستقبل الطائرات في العالم، وسوف تكون موفرة جداً من جميع النواحي. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير. Thank you.